بونجور، اليوم رح نشتغل اكزرسيس جديد على درس الريبيراج. اول سؤال: بلاسي دونز ان ريبير اورتوغونال اكس بريم او اكس ايغريك بريم او ايغريك لي بوين ا موان 3 موان 1 بي موان 3 5 اي سي 1 5. دوزيام اكزرسيس: بلاسي لي بوين 2 تل كي ا بي سي دي ان ريكتانجل. Quelles sont les coordonnées de D? Partie B. Partie 3. Trouvez les dimensions du rectangle ABCD, il y a les longueurs ou largeurs, puis calculez son large. Nous avons la première partie. On a coordonnées moins 3, moins 1. إذا موان 3 موان 1 هيدي البوان أ، عندها أبسيس موان 3 أردني موان 1، بيرجع البوان بي موان 3 5 هيدي البوان بي، عندها أبسيس موان 3 وعندها أردني 5، بيرجع عندنا البوان سي أبسيس 1 وأردني 5. هذه الفاصلة. هلا بتاني اكزرسيس، بتاني اكزرسيس عم يقول بارتي ا بلاسي دو تل كي ا بي سي دي تان ريكتانجل، يعني بدنا نرسم ريكتانجل. اذا بدنا نرسم ريكتانجل، اول شيء عندنا نرسم نوصل البي بالسي، نعمل عودة كمان نوصل البي بالا بشرط بيربونديكولار، يعني بي ا تكون بيربونديكولار على البي سي، اكيد هي رح تطلع عنا بيربونديكولار. هلا كيف بنكفي هذا الريكتانجل؟ رح يعني اذا كملنا هذا الريكتانجل رح تكون النقطه هون، النقطه دي بنعمل هلا زاويه 90 مع الا بيربونديكولار على الا وبيربونديكولار على السي. هلا نعمل اذا دروات تمرق بالا بيربونديكولار على ا بي، كمان دروات تمرق بالسي بيربونديكولار على بي سي، بيطلع عنا هي النقطه هي البوان دي. فاذا البوان دي هي هون، هي هي البوان دي. اوكي، فاذا نرجع نوصلهم. بيطلع عنا ريكتانجل A B C D. لنشوف شو بده بعد. عم يقول تروفي لي ديمونسيون دو ريكتانجل A B C D اي كالكيلي سون لارج. بدنا ديمونسيون، يعني بدنا نشوف قديش اللونجير، عفوا قديش اللونجير اللي هو A B وقديش اللارجر. طيب نشوف المسافة من ال A لل B، نعد 1 2 3 4 5 6. فإذا AB هو 6 سنتيمتر. بدنا نشوف BC اللي هو لارجر. إذا 1 2 3 4. إذا بنبلش نعد، أول مربع 1، تاني، تالت، الرابع، فبيكون بي سي اللي هو اللارجر بيطلع 4 سنتيمتر. لار بي سي ريكتانجل هو لونجر فوا لارجر، يعني 6 × 4 اتقال 24 سنتيمتر كاري.